سيداتي سادتي، صاحب الدجاجة الإرهاب اللوطي الحمار السادس يغالطكم ويكذب عليكم ويضحك عليكم. سيداتي سادتي، بمناسبة هذا الانتخابات أو التنخيمات، إذا كنت قد صوتت فأنت المسؤول عن الفساد، وإن لم تصوت فأنت مسؤول عن الفساد. كيف ذلك؟ إذا صوتت على الحمير التي تترشح فإنك قد صوتت على حمار يفسد، وإن لم تصوت عليهم فإنني سأعين حميرا أحمر منهم وأكثر منهم حمورية وبغولية لكي يفسدوا عليكم. سيداتي سادتي، بحول الله وقوته فإن المنجزات في المغرب كثيرة، قد كثرنا من السجون السرية والاعتقال التعسفي، والآن قد أصبحنا نعفي عن الضنيالات وعن مغتصب الأطفال. إذا اغتصبت طفلا فلا جرم عليك، لأن صاحب الدجاجة التي هو أنا كما قال جدي مسيلمة الكذاب، أصاحب الفتى من أجل أخته، فإن لم أجدها فبه أتيمم. وكذلك فأن هذا الملك الحمار ابن مسيلمة الكذاب يشجع على اللواط، ومن كان يغتصب الأطفال فهو متفتح وعقله كبير، وأنتم حمير لا تقبلون ذلك. فلتوجدوا وتحضروا مؤخرات أطفالكم للسواعد للحمير، أو يعني أعني بهم الحيوانات التي ستأتي من السعودية لاغتصاب الأطفال، وحضروا بناتكم وأولادكم للشواذ عبر العالم لكي يأتوا لاغتصاب الأطفال والرجال والنساء. سيداتي سادتي، من المنجزات التي حضرناها لكم هو أننا سوف نكون في المرتبة الأولى في العالم في الاغتصاب الآن وبحول الله. الآن حسب التعليمات وحسب السياسة اللا رشيدة لدى الملك محمد السادس الكذاب الحمار، فإن المغرب صار أول دولة في تصدير الحاهرات في العالم، وأول دولة في السياحة الجنسية في العالم. نحن الآن نحتل المرتبة الأولى في تصدير المتسولين، يعني الطلاب عبر العالم يوجدون من المغرب. الطلاب يا إخوان يأتوا في المغرب يتدربون، وفي الخارج يبتهنون. نحن من منجزاتنا أننا قد نشتري الجزر في دول أخرى، ونصدق أموالكم على الأفارقة لكي يقولون لنا نوغامون هي بلادك، نوغامون هي بلادك، نوغامون هي بلادك، ونشتري أراضي هناك وننفق عليهم. وأنت يا شعبي الحمار فأنت لا تحتاج لا فلوس ولا أي شيء، فأنت تقول عاش الحمار، يعني أنك شبعان. لو كنت جوعانا لما قلتها. شعبي العزيز، شعبي المكلخ، شعبي الحمار التي تقول عاش الحمار في الشوارع وفي الأزقة وحتى في بيتك، وحتى تسب المعارضين وتسب الجمهوريين وتقول لهم عاش الحمار. الحمار السادس هو أحسن بشر على وجه الأرض، وتستدل بأقوالي رغم أنني كذاب، وكل ما قلته تقول في برلماناتك وفي جرائدك وحتى في الشارع. لقد قال صاحب الدجاجة لعنه الله إلى يوم الدين. إنك يا شعبي العزيز باستهلاك المواد التي تنتجها شركاتي تساهم في اقتصادي وفي زيادة ثروتي. أنا الآن أبيع لكم الحليب، وأبيع لكم الزيت، وحتى السكر أعطيكم القوالب، والقوالب تشترونها بفلوسكم وأجلسكم عليها.
صحابي العزيز، من بين إنجازاتنا أننا الدولة الأولى في العالم في استعمال القراعي لاغتصاب وتعذيب المعارضين. كيف يعارضونني وأنا صاحب الدجاجة ابن مسيلمة الكذاب وأدعي القداسة وأقول بأنني ابن رسول الله؟ شعبي العزيز، شعبي المكلخ، شعبي الحمار، من بين منجزاتنا أننا نصدق هباتنا على الخارج، ونصدق الهبات على سوريا وعلى السنغال وعلى الغابون وعلى مناطق أخرى لا تعرفها. وبالنسبة للغابون فهذه حالة خاصة، يوم نكحني ذلك الإيطالي وصورني وأراد أن يفضح ملك المغرب، وكان لابد أن نشتري من عنده الفيديوهات لكي لا يفضحكم يا شعبي العزيز ويقول لكم ملككم أنه شاد جنسي وهكذا وهكذا، وقد وكملوا من رؤوسكم. ولذلك فقد دفعت له الملايير لكي أنقذ شرفكم. شعبي العزيز، لقد اشترينا اللوجيستيالات والبروغرامات للتجسس عليكم، فنحن نريدكم أن تحلموا بطريقتنا وأن تفكروا بطريقتنا، لا تفكروا بطريقة الجمهوريين. هؤلاء كفر، لقد كفروا بهوبل السادس. كيف يكفرون بهوبل السادس؟ إنهم لا يقولون عاش الحمار، كيف لهم ذلك؟ هذا مرفوض وغير مقبول من طرفي، لأنهم يقولون الموت للحمار السادس، ويموت الحمار السادس. عليهم أن يقولوا الحياة للحمار السادس ويموت المغاربة كلهم. شعبي العزيز، شعبي الحمار، شعبي المكلخ، شعبي الدحش، شعبي البغل، ما دمت قد صورت في الانتخابات فهذا قد أداني شرعية وقد أكد لي بأنك جاهل ونائم ولم تستيقظ. شعبي الحمار، سأذكرك بمنجزات أخرى. نحن الدولة الأولى في التعذيب في العالم، وطرق تعذيبنا يحتار فيها الشيطان. لا أحد يعذب مثل ما يعذب المغرب، ملك المغرب ملك المعذب. وأبوه المقبور الحسن الثاني الجحش كان مجرما قتالا، لكنني لست مثله. أنا حتى أنا معذب وقتال، لكنني سارق أكثر، أنا أسرق أكثر من محمد من الحسن الثاني. الحسن الثاني كان يقتل أكثر. إذن فهذا تغيير. كنتم تبحثون عن التغيير، ها هو التغيير. الحسن الثاني كان يقتلكم ويسفك دماءكم، وأنا أسرقكم وأحضر السواعدة والخليجيين الحيوانات، وأحضر جميع الشواذ العالم لاغتصابكم واغتصاب أولادكم، وستخرجون للشارع وتقومون بالمظاهرات وتقولون كما قلتم دائما، وأشكركم على ذلك، مؤخرات أطفالنا فداؤك يا صاحب الدجاجة، إن هذا يفرحنا. ثم تقولون بأنكم تقولون عاش الحمار وتعيشون الحمار، وشكرا لكم. شعبي العزيز، سوف أستمر في 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 استدانة المغرب وفي القروض من الخارج لكي أغرقكم، حتى إذا لم يعجبني الحال وأردت أن أهرب من المغرب فسأترككم تدفعون الديون لـ20,000 سنة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.